وللحديث أكثر حول سوق الأسهم السعودية ينضم معنا عبر الهاتف محلل الأسواق المالية سالم الشويمان. حياك الله معنا سيد سالم، شكرا لوجودك معنا. إذا جلسة هادئة اليوم على السوق، تراجعات بعد مزيد من الجلسات شهدنا فيها الفترة الماضية، السوق كان فيها على مكاسب إيجابية، هل فعلا هناك ضعف في الاتجاه الصاعد للسوق اللي يمكن البعض لمسه من أولى جلسات الأسبوع؟ أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين والمستمعين الكرام. الملاحظ على السوق ولله الحمد حقق الوصول لمقاومة سابقة كنا ننتظرها من فترة طويلة عند 9090 وتم اختراقها، لكن لم نثبت أعلى منها بل حققنا 9142. الآن هي أقرب مقاومة للسوق تكونت وتحققت عندنا في 15/2. بدأنا عاد بعملية جني أرباح وتنقل بين الشركات، لأن الاختراق كان ولله الحمد بسبب قيادي الراجحي وبعض الشركات وسابق كان لها دور كبير جدا في إيصال المؤشر إلى قمم سابقة، لتذكير الناس أن السوق السعودي والاقتصاد السعودي لا يزال جيد. دخلنا في عملية جني أرباح مع التنقل السيولة في بعض الشركات القيادية، لا يمنع أن نتراجع إلى 9024، هذا رقم واحد، و 8955 كرقم اثنين. جني الأرباح صحي بعد أن تم تكوين قمم صاعدة وقيعان صاعدة، يعني لو نشاهد المؤشر كونا ثلاث قمم صاعدة عند 8644 و 8955 و 9124. هذه جيدة، أرقام جيدة. نعم دعني أنتقل النوم. نعم إذا سمحت دعني أنتقل معك إلى القطاع المصرفي، ومن تقرير يعني فيتشو اللي أعطت يعني توقع إيجابي لاستمرار يعني قطاع التجزئة المصرفية بقيادة النمو في القطاع. لافت في التقرير على أنه أشار إلى أنه يعني نمو محفظة القروض العقارية هو من سيكون يعني سيدعم القطاع خلال الفترة القادمة. البنوك ما شاء الله تبارك الله عندنا 11 بنك، المعلن منها حتى الآن 9 بنوك، باقي لنا بنكين ساب والعربي. البنوك حققت في 2019 10 مليارات و362 في الربع الرابع، حققنا الآن 8 مليارات و741، وهذا يعتبر مؤشر طيب أن باقي بنكين إن شاء الله نحتاج بس فقط مليارين. محفظة البنوك دائما غالبا البنوك تعتمد على القروض بطريقة بشريحة كبيرة جدا مع تحوط، لأنه يتم تجنيب أموال لأن هناك حماية لأموال البنوك ومتابعة ومراقبة من مؤسسة النقد. لذلك نلاحظ أن البنوك السعودية آمنة جدا حتى في التعاملات العقارية وتقسيط السيارات وتمويل الشركات والأفراد والسندات، لأن التصنيف دائما يكون مبني على طريقة الدين والسداد، هل هناك ثقة بالمقترض أو لا يوجد ثقة. يوجد ثقة لأن جميع البنوك تتحوط من القروض والاقتراض، يعني تبعث عن الربح وإن قل والأمان. آمنة جدا البنوك، والمتوقع أنها في عام 2021 يكون أرباح جيدة. نعم دعني أنتقل معك أيضا لنقطة مهمة اليوم، أبرز يعني الحوافز اللي ممكن تدعم السوق خلال الفترة القادمة، في ظل أنه ربما كان هناك تباين في النتائج المالية للشركات. أمس اكتملت الصورة عندنا للقطاع الاتصالات، وأيضا بقية الشركات السوق ما زالت يعني في ترقب لهذه النتائج. اليوم أبرز الحوافز اللي ممكن تدعم السوق خلال الفترة القادمة؟ أبرز يعني الأشياء اللي هذا، ألا يكون هناك رقم واحد، ألا يكون هناك حظر جزئي أو كلي حتى يستفيدون الناس على الناس الالتزام بالاحترازات والإجراءات والاستماع دائما لنصائح وزارة الصحة، هذا رقم واحد، لأن المشكلة هذه قد تعطل الاقتصاد مرة ثانية وندخل في مشكلة. رقم اثنين، لا يمنع إن شاء الله أن تعاقب الشركات الإسمنتية حركتها ونشاطها، البنوك تعاود حركتها ونشاطها، الاتصالات، قطاع البتروكيماويات كما نشاهد عالميا تحسن اليوم، البرنت عند 62-84، هذا يحفز أن قطاع البتروكيماويات قد يكون إن شاء الله 2021 تعافى. لذلك الشركات ذات الأسعار المتدنية والرخيصة في قطاع البتروكيماويات متوقع أن يتم بداية شراء لها. سالم الشويمان محلل الأسواق المالية كنت معي من الرياض، أشكرك جزيل الشكر.